أهلا بكم. عقد رئيس الجمهورية عمر البشير ونظيره القطري تميم بن حمد الثاني قمة بالدوحة تناولت سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في الساحة الإقليمية والدولية. وأطلع رئيس الجمهورية أمير دولة قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان، وأكد أمير قطر موقفه الثابت وحرصه على وحدة السودان واستقراره. كشف مصدر مطلع بالخارجية السودانية عن مشاركة دولية من الأمم المتحدة وفرنسا وروسيا في مفاوضات فرقاء إفريقيا الوسطى بالخرطوم الخميس، حيث وصل إلى الخرطوم عدد من الفصائل والحركات المسلحة بإفريقيا الوسطى المشاركة في المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لاستعادة السلام والمصالحة في إفريقيا الوسطى. قال رئيس أركان القوات المشتركة كمال عبد المعروف إن المباحثات العسكرية السودانية الأردنية تطرقت للتعاون في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والتنسيق وإقامة التمارين العسكرية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب للقوات الخاصة وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب. دعا الممثل الخاص المشترك لليوناميد حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور للنظر بجدية في الفوائد التي يجلبها السلام إلى دارفور. أشاد الممثل الخاص خلال افتتاح مقر البعثة بمدينة زالنجي بوسط دارفور، أشاد بتعاون حكومة السودان ودعمها لعملية انتقال مقر البعثة من الفاشر إلى زالنجي. تسلم السودان اليوم تقرير المراجعة المتكاملة للمرحلة الأولى لبرنامجه النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء إن السودان ملتزم لمطلوبات الوكالة الدولية في برنامجه النووي، وأكد نائب مدير الوكالة الدولية تقديم الدعم الفني اللازم للسودان خاصة على صعيد التدريب والسلامة. نهاية الموجز، بإمكانكم أن تزوروا موقع الشروق نت لتحصلوا على المزيد. إلى اللقاء.